السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي. معكم ميسيو محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسيو محمد شعبان. لو أول مرة تشوف القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك أول فيديو أنزله على طول وتكون أول واحد تشوفه، لأن إحنا في القناة هنا بنتميز بإن الشرح بيكون على السبورة كأنك قاعد في الفصل بالظبط أو قاعد في الدرس بالظبط عشان تفهم وتستوعب أكتر وأكتر. موضوعنا بقى يا شباب النهاردة إن هو من الدرس الاول من الوحده الثانيه اللي كانت بعنوان المأكولات والمشروبات. الدرس الاول فيها كان بعنوان باغلي دي زاليمو اي دي بواسون، يعني التحدث او الكلام عن الاطعمه والمشروبات. باختصار كده يا شباب عشان ما توجعش دماغك في الهرم الغذائي، تمام؟ ده هرم غذائي بيبين لك ايه هي المأكولات والمشروبات اللي انت تاكل منها في خلال فترة معينة، يعني في خلال اليوم تاكل كم مرة، في خلال الأسبوع تاكل كم مرة من الحاجة دي عشان تحافظ على صحتك. ده الهدف من الهرم الغذائي، تمام؟ تعالى كده نشوف أول حاجة فوق في الهرم الغذائي مكتوب لو ميل، يعني العسل، لو سكر، لو شوكولا، لا كونفيتير، لو جاتو. دي منتجات سكرية، سكر اي بردوي سكري يعني السكر والمنتجات السكرية. مكتوب لك هنا ليميتي لا كونسوماسيون، يعني قلل الاستهلاك من الحاجات دي. بعدها على طول لويل ولوبير، الزيت والزبده. طبعا انواع المأكولات والمشروبات دي كلها يا شباب هتقابلنا تحت في الصفحه تاني اللي جايين وهنقراهم ونترجمهم، عشان مطلوب من حضرتك ان انت تحفظ جميع انواع المأكولات والمشروبات اللي في الصفحتين اللي جايين ان شاء الله. طيب ماتير جراس اللي هي المواد الدهنيه اللي زي الزيت والزبده، ان فوا باغ جور يعني مره يوميا، المواد الدهنيه مره يوميا. طيب فيوند لحمه، سمك، بيض، كم مرة؟ دو فوا باغ جور، مرتين يوميا. طبعا هنا السمك والبيض والسجق واللحمة والجمبري. طيب بعد كده المنتجات الألبان، برودوي لتير، كم مرة؟ تروا فوا بار جور، 3 مرات يوميا. جبنة، زبادي، لبن، فروماج، ياقور، لولي. طيب لجيم اي فروي، الفواكه والخضروات، دو من تروا اي كاتر فوا باغ جور، يعني من 3 إلى 4 مرات يوميا. الفواكه والخضروات من 3 إلى 4 مرات يوميا، ودي انواعها ولسه هنقولها تحت بالتفصيل. با اي بغدوي سيريال، سيليرير يعني الخبز ومنتجات الحبوب، سيريالية منتجات الحبوب. شاكربا في كل وجبة، في كل وجبة ممكن تاكل عيش ومنتجات حبوب اللي هي ديت، وهنقراها تحت لسه زي ما انا قلت. بواسون المشروبات، دو ان ان بوان 5 لتر دو باغ جور، يعني من 1 إلى 1.5 لتر ميه يوميا، ودي برضو انواع المشروبات. هنا مديني 3 نصائح على الهرم الغذائي. اون دوا سويفر، طبعا الجمله دي ترجمتها اللي تحتها ودي ترجمتها اللي تحتها ودي ترجمتها اللي تحتها. اون دوا سويفر، يجب ان نتبع لا بيراميد اليمنتير الهرم الغذائي، بور الريفي لكي نصل، الا موديراسيون للاعتدال. ايه هو الاعتدال؟ مونجي ان بودتو، ان احنا ناكل قليل من كل شيء، يعني ناكل كميه صغيره من جميع الانواع كده نحافظ على صحتنا. طيب لي بردوي دو او ني سون با بون بور لا سانتي، يعني المنتجات اللي هي في قمه الهرم الغذائي اللي فوق خالص اللي هي السكريات والمنتجات والسكر والمنتجات السكريه لا تكون مفيده للصحه. لي بردوي دو با سون بون بور لا سانتي سوف لو سودا اي لو كافي، يعني المنتجات اللي في اسفل الهرم الغذائي تكون مفيده للصحه، سوف يعني ما عدا الصودا والقهوه. نيجي بقى يا شباب لاقسام الهرم الغذائي زي ما احنا قلناها فوق، تمام؟ هو هنا جايبها ايه كل قسم وموجود فيه الحاجات اللي تبعه. مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك ان انت تعرف اسماء المأكولات والمشروبات باللغة الفرنسية، مثلا كلمة القهوة لو كافي، طبعا كلمة بواسون مشروبات لازم تبقى عارف كلمة بواسون مشروبات، لو كافي القهوة، لو كوكا اللي هي الكوكاكولا، لو صودا الصودا، لو ديابلومنت مشروب النعناع، لو كافي اولي كافي اولي قهوة بالحليب، لو جوس دي فغوي عصير الفواكه، لو جوس دي فغوي المياه الغازية، لو غازيز لو غازيز الشاي، لو تي لو تي مشروب سكري مركز، لو سيرو سيرو المياه المعدنية، لو مينيرال لو مينيرال،
المشروب الغازي la boisson gazeuse, la boisson gazeuse. طبعا كل المأكولات والمشروبات اللي هتقابلنا في الصفحة دي والصفحة اللي جاية المفروض ان انا او مش المفروض ده لازم ان انا اكون عارف معانيها وعارف المذكر والمؤنث فيها عشان هتفرق معانا واحنا بنشرح القاعدة. هنا بيقول لي الفو يعني يجب بواغ نشرب من لتر لتر ونص، طبعا احنا قلنا دي فوق يوميا. الفوبوار بود صودا، يجب ان نشرب قليل من الصودا والقهوة. الفئة الثانية ده اللي هو الخبز ايه بقدوي سيريلياغ اللي هي المنتجات الحبوب، لوبان الخبز، لوبان، ليبات المكرونة، ليبات، لوميز اللي هو الذرة، لوميز اللي هو الذرة، العدس، لي لونتي، لونتي، الرز، لوري، لوري، الكرواسون، لو كرواسون، كرواسون، العيش الطويل، لا باجيت، لا باجيت. بيقول الفو اتيليزي دي بغدوي دي سيت كاتيجوري اشاك ريبا، يعني يجب استخدام هذه المنتجات من هذه الفئة في كل وجبة. طيب الفئة الثالثة اللي هي الخضروات والفاكهة، ليجيم يعني خضروات، اي فروي والفواكه. بيقول لي ورق الخس، لا سلاد، السلطة، سلاد، سلطة، سلاد، مش ورق خس، لا الخس اسمه ليتو، ليتو اللي هو ال اي اي تي يو اي، الخس اللي هو ال اي اي تي يو اي، تمام، لكن سلطة سلاد. طماطم، طومات، لا طومات، الليمون، لو سيترون، سيترون، العنب، لو ريزا، ريزا، الافوكاتو، لافوكا، لافوكا، التفاح، لا بوم، لا بوم، التوت، لا فرامبواز، فرامبواز، الجزر، لا كاروت، كاروت، الخيار، لو كونكومبر، كونكومبر، الفاصوليا الخضراء، لزاغريكون فيغ، لزاغريكون فيغ، الكمثرى، لابواغ، لابواغ، البرتقال، لورانج، لورانج، الخوخ، لابش، لابش، الموز، لابانان، لابانان، الكوسة، لا كورجيت، لا كورجيت، الفلفل الرومي، لو بوافرون، لو بوافرون، البطاطس، لا بوم دي تير، لا بوم دي تير، الأناناس، لاناناس، الفراولة، لا فريز، لا فريز، الكريز، لي سيريز، لي سيريز، الكيوي، لو كيوي، لو كيوي. بيقول لي الفو يجب بروندر دي ليجيم، تناول الخضروات دو تروا اكاتر فوا باغ جور، من 3 إلى 4 مرات يوميا. الفو يجب بروندر دي فروي، تناول الفواكه دو دو اتر فوا فوا باغ جور، يعني من 2 إلى 3 يوميا. بعد كده شباب منتجات الالبان، ليه يعني لبن، ايه بغدوي لتيه ومنتجات الالبان، لولي اللبن، لولي الجبنة، لو فروماج، فروماج، الزبادي، لو يقور، لو يقور، وخلي بالك كلمة زبادي بتبدأ بجريك اللي هو حرف الواي ومش متحرك، بياخد لو مش بياخد ال ابوستروف. الفون يجب بروندر سيبر دوي دو فوا باغ جور، يجب تناول هذه المنتجات 2 مرات يوميا. الفئة الخامسة يا شباب فيوند، اللحوم والأسماك والبيض، فيان فيوند بواسو سمك، اوف اللي هو البيض، لا فيوند اللحمة، لو بولي الفراخ، لو سوسيسون السجق، لو بواسون السمك، لو تون السمك التونة، لو سومون سمك السلمون، لا كريفيت الجمبري، لويتر المحار، لوف البيض. الفوبروندر لي بردوي دي سيت كاتيجوري دو دو ان دو فوا باغ جور، يعني يجب تناول هذه المنتجات او المنتجات بتاعه هذه الفئه من 1 إلى 2 مرات يوميا. الفئه السادسه يا شباب ماتيير غراس، المواد الدهنيه، ماتيير غراس زي الزيت، لويل الزيت، الزبده، لوبير، لوبير، الفوم ليميتي، الفوم ليميتي، يجب ان تقلل استهلاك هذه المنتجات. الفو ليميتي لا كونسوماسيون دي سو برودوي،
بعد كده الفئة السابعة والأخيرة سكر اي بريدوي سكري، السكر والمنتجات السكرية. كلمة السكر يعني لو سكر، لو سكر، العسل لوميل، لوميل، قطع متنوع من الحلوى لي فريونديز، فريونديز، حلويات الأطفال دي يعني. لا كونفيتير المربى، كونفيتير، التورتة لو جاتو، لو جاتو، الشوكولاتة لو شوكولا، لو شوكولا، البونبوني لي بومبو، بومبو. الفولي ميتي لا كونسوماسيون دي سي برودوي، يجب ان نقلل استهلاك هذه المنتجات. كده يا شباب خدنا المنتجات، اخدنا المأكولات والمشروبات اللي في الدرس ده، تمام. ولازم زي ما انا قلت في الاول نعرف معانيها ونعرف المذكر والمؤنث فيها. القاعدة اللي موجودة في الدرس دلوقتي يا شباب هي بتتكلم عن حاجة اسمها أدوات التجزئة أو ليزارتيكل بارتيتيف. ليزارتيكل بارتيتيف يعني أدوات التجزئة. أدوات التجزئة دي يا شباب عشان أوصلها لك كده بسهولة وبيسر، لما أجي أنا أقول أنا آكل رز، هل أنا كلت الرز اللي في الدنيا كلها؟ طبعًا لأ، أنا كلت حبة رز، تمام؟ حبة رز ديت يعني إيه؟ جزء من كل. يعني جزء من كل يعني ايه؟ يعني هستخدم معاها حاجه اسمها ادوات التجزئه، بعض من كل، جزء من كل. ازاي؟ لما اديك مثال عشان تفهم اكتر. لو انا جيت اقول لك جومونج، انا اكل، تمام، عايز اقول انا اكل الرز. الرز يعني ايه؟ لغي، تمام؟ الرز. ينفع اقول انا اكل الرز؟ يبقى انت كده حسب الجمله ديت يبقى انت اكلت الرز اللي في الدنيا كلها، تمام. لكن الحقيقه لا، انت اكلت وجبه او اكلت شويه او اكلت طبق ايا كان، تمام. فهنا بقى جت اهميه ادوات التجزئه. ادوات التجزئه هي بتبين لي ان انت خدت جزء من كل، تمام. طيب يعني جمله زي دي مثلا جي مونج، عايز هنا احط اداه تجزئه عشان ما ينفعش اقول لورغي، لورغي كده يبقى انت اكلت الايه؟ الرز اللي في الدنيا كلها. طيب ابص على الكلمه اللي موجوده معايا اشوفها مذكر ولا مؤنث ولا جمع ولا نظامها ايه. ليه بقول الكلام ده؟ عشان هيفرق معايا هستخدم انهي ادوات تجزئه او انهي اداه من ادوات التجزئه. ايه ده يا ميسيو، هو ادوات التجزئه لها انواع؟ ايوه لها انواع. اقول لك ازاي. انا عندي مثلا، عندي لو عندي الكلمه اللي جايه الطعام او الشراب مذكر، تمام، هيبقى هستخدم حاجه اسمها دي اللي هي دي يو. طب لو مؤنث هستخدم دولا زي ما هي. طيب لو هي بتبدا بحرف متحرك هتبقى دي ال ابوستروف. طب لو هي كلمه جمع، لو هي كلمه جمع هتبقى دي او اس. يعني انا عندي اربع انواع من ادوات التجزئه، عندي دي، دو لا، دي الابوستروف، دي، تمام. دي بتيجي مع المفرد المذكر، دي الدي دي مع المفرد المذكر، الدولا مع المفرد المؤنث، الدو الابوستروف مع المفرد المبدوء بحرف متحرك سواء مذكر او مؤنث، الدي بتيجي مع الجمع بنوعيه سواء مذكر او مؤنث. نيجي مثلا لكلمه غي، غي يعني رز. الكلمة ديت مفرد ومذكر، إذا مفرد ومذكر يبقى على طول هستخدم دي، دي يو، يبقى هنا هحط دي، يبقى جي مونج دي غي، أنا أكلت رز، مش أكلت بقى الرز اللي في الدنيا كلها، لا، أنا أكلت رز، تمام. أديك مثال كمان، جو مونج كلمة فيوند، خلينا كلمة فيوند يعني لحمة، كلمة فيوند مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. مؤنث ومفرد. اذا مؤنث مفرد على طول هجري اخد دولا. ليه؟ عشان دو زائد لا بتساوي دولا، يبقى اخد ايه؟ دو لا. يبقى انا هاخدت هنا اداه التجزئه دو وهنا دولا. ليه؟ عشان دي مؤنث. طيب مثال تاني، اما اجي اقول لك جي بوا، انا اشرب مثلا، انا اشرب عندي او او جازيز، او جازيز يعني مياه غازيه. كلمه او جازيز بتبدا بحرف متحرك، تمام، يبقى على طول هاخد دو الابوستروف. جي بوا دو لو جازيز يعني انا بشرب من المياه الغازيه، تمام. طيب مثال ثالث، جو برون، طبعا فيرب بروندر يعني يتناول، هنا في الدرس هنا او في الوحده هنا بمعنى يتناول. برون، فيرب بروندر له
معاني كتير، منها يأخذ يتناول يركب مع وسائل المواصلات زي ما هناخد في الوحدة الرابعة. هنا إن شاء الله بمعنى يتناول، جيبغون مثلا عايز أقول مكرونة، كلمة مكرونة يعني بط، بط كلمة جامعة، كلمة جامعة بياخد دو أو أس، تمام؟ كده خدت هنا إيه؟ دو أس، وهنا خدت دو الأبوستروف. أفهم من كلام حضرتك يا مسجو إن أنا قبل ما أحط آلة التجزئة اللي أنا عايز أحطها أبص على الكلمة اللي بعد النقط وأقول هي مفرد ولا جمع، مذكر ولا مؤنث، وساعتها أحدد أداة التجزئة اللي أنا عايزها. صح كلامك، تمام؟ هنا جي مونج دي ري، جي مونج دي لافيون، جي بوا دو لو دو غازيز، جي برو دي بات. بعد ما خدنا أدوات التجزئة وإزاي بنستخدمها، دلوقتي هعرفك إزاي نحط النفي في الجملة اللي فيها أداة تجزئة، وإيه التغيير اللي هيطرأ على أداة التجزئة نفسها. أنا عندي أدوات التجزئة زي ما احنا اتفقنا، دي دو لا دو لابوستروف دي، دول أدوات التجزئة. دول كده في حالة النفي، في حالة النفي أو في حالة النفي بيتحولوا إلى دو، بيتحولوا إلى دي أو دي أبوستروف حسب الكلمة اللي جاية بعدها سواء بتبدأ متحرك أو لا. هديك أمثلة، قلت لك جي مونج دي، جي مونج دو لا فيوند، انا باكل لحمه، تمام؟ الجمله دي لو انا عايز انفيها هقول جو نو مونج با، هنا حطيت اهو الفعل بين النو والبا، تمام؟ يقابلني بقى اداه التجزئه، اداه التجزئه اهيت، تمام؟ دو لا، احنا قلنا الدي والدو لا والدو لا بوصف والدي في حاله النفي بيتحولوا الى دو او دو ابوستروف، تمام؟ هنا كلمة فيوند بتبدأ بحرف ساكن، يبقى اخد دو على طول، يبقى دو فيوند، انا مش باكل لحمة، تمام؟ مثال تاني، جو بوا، انا اشرب دو لو غازيز، نفس المثال اللي انا كنت مديهولك عشان تثبت المعلومة في دماغك. عايز انفيها هقول جو ني بوا با، انا لا اشرب، حطيت الفعل بين الني والبا، هيقابلني بقى اداه التجزئه دو ال ابوستروف. دو ال ابوستروف قلنا في حاله النفي تحول الى دو او دو ابوستروف. طب الكلمه اللي جايه بعد النفي دي بتبدا بحرف متحرك، صح؟ او بتبدا بحرف او، تمام؟ يبقى على طول هتبقى دو ابوستروف، دو جازيز، دو جازيز، دو ابوستروف او جازيز، وهكذا بقى على الامثله الباقيه. الأربعة دول بيتحولوا في حالة النفي إلى دي أو دي أبوستروف حسب الكلمة اللي جاية وراها. وننتقل لنقطة تانية. النقطة التانية اللي عايز أوضحها لك، إن أنت لما يكون عندك هنا أداة تجزئة أهوت، جاشيت دي فيغوي، جاشيت دي فيغوي يعني أنا أشتري فواكه. هنا كلمة فواكه خدت أداة تجزئة دي أو إس، تمام؟ طيب أنت الدي أو إس اللي هي تتحول إلى دو، تمام؟ إحنا قلنا في حالة النفي، أمين معاك. في حالة تانية يا بقى كمان، امتى؟ لو الكلمة في غويد اهي سبقت بصفة، يعني ايه؟ انا عايز اقول انا اشتري فواكه جيدة، جاشيت، تمام؟ بون في غويد. هنا بقى يا شباب كلمة فواكه سبقت او جي قبلها صفة، بون في غويد، فواكه جيدة. ادام عندي اسم موصوف بصفة والاثنين جمع يتحط قبلها دو فقط، ما يتحطش دي او اس. ازاي؟ ده الاثنين هنا جمع، هي دي القاعدة. القاعدة بتقول ان لما يكون عندي اسمين صفة وموصوف، صفة وموصوف الاثنين جمع ورا بعض، مش هستخدم دي او اس، انا هستخدم دو فقط، تمام؟ نقطة تانية غير دي، لو انا عندي مثلا جملة بتقول جيم انا احب بغندر ان اتناول دو ليه، انا بحب ان اتناول ايه اللبن، تمام؟ تمام. عايز انا احط الجمله اللي هي في النفي، اقول ايه؟ جو نيم با بغندر، تمام؟ هيقابلني هنا اداه تجزئه دو، هل ان انا احولها الى دو زي ما احنا قلنا من دقيقتين؟
لا في المثال ده مش هحولها. طب ليه؟ عشان انا هنا النفي هنا مش واقع على الفعل اللي معاه أداة التجزئة. تاني، النفي هنا واقع على انهي فعل؟ على فيرب ايميه. تمام. طب الفعل اللي معاه أداة التجزئة مين؟ بغنضة. هل النفي واقع عليه هو ولا على ايميه؟ لا، واقع على ايميه. يبقى هنا أداة التجزئة لا تتأثر بالنفي ده، عشان النفي واقع على فيرب تاني مش على الفيرب بغندر اللي معاه أداة التجزئة، فتنزل زي ما هي. تمام. الدو هنا ما اتغيرتش عشان النفي واقع على فيرب غير فيرب بغندر. تمام. النقطة اللي موجودة معايا دلوقتي هي ان انا استخدم ظروف الكمية مع الأطعمة والمشروبات ازاي، وهل ظروف الكمية بتتغير مع الأطعمة والمشروبات؟ طب ايه هي اصلا ظروف الكمية؟ اقول لك ايه هي ظروف الكمية. ظروف الكمية عندي كلمة بوكو دو، بوكو دو، بوكو دو يعني كثيرا من. انا عايز اقول انا باكل كثيرا من اللحم. تمام. يبقى هستخدم بوكو دو. ان دو دو يعني قليلا من، انا باكل قليلا من الجاتو، يبقى هستخدم ان بو دو. اسدو ما يكفي من، تغدو كثيرا جدا من. دي ظروف الكمية. تلاحظ ان ظروف الكمية هنا فيها حرف جر تاني اسمه دو، بوكو دو، دو دو دو. تمام. طيب استخدمها ازاي بقى؟ انا عايز اقول جو مونج، انا اكل مثلا، احنا كنا بنقول دي لا فيوند. هوريك الفرق الاول. هنا انا اكل من اللحمة او اكل لحمة. تمام. خدت هنا عدد تجزئة. طب لو انا عايز استخدم نفس الجملة وعايز اقول انا اكل كثير من اللحم، جو مونج كثير من بوكو دي فيوند. خدت بالك هنا بعمل حاجة؟ هنا بوكو دو اتحطت زي ما هي. تمام. نفهم من كده ان الدي بتاع ظروف الكمية ما بتتغيرش، ما بتتغيرش، بدناها زي ما هي. دو ما بتتأثرش باللي وراه، بكو دو، ان بو دو، اسي دو، تغو دي، ما بتتغيرش، بدناها زي ما هي. مثال اخر، جي بوا انا اشرب، ان بو دو. تمام. كوكا، انا بشرب قليل من الكوكا. تمام. كلمة كوكا المفروض ان هي مفرد مذكر. تمام. بس الدو ده هي بتاعت البو دو ده هي على بعضها ما بتتغيرش، عشان دي ظرف كمية. ظروف الكمية حرف الجر دو اللي معاها لا يتغير حسب الكلمة اللي وراه، يظل ثابتا كما هو. طب ايه هي الافعال اللي بيجي معاها ادوات التجزئة؟ يعني اي فيرب اجيب معاها ادوات تجزئة مع الاطعمة والمشروبات؟ لا طبعا، انا عندي افعال معينة كده لازما يجي معاها ادوات تجزئة، زي مثلا فيرب بوا يشرب، فيرب مونجي يأكل، فيرب بغوندر يتناول، اشتي يشتري، فولوار يريد. افعال زي دي كده لازم يجي معاها اداة تجزئة، عشان انا اشرب من، انا اكل من، انا اتناول من، انا اشتري من، فيها ادوات تبعيض، ادوات تجزئة، جزء من كل. انا مش بشتري كل الطماطم اللي في السوق، انا مش باكل كل اللحمه اللي في العالم. تمام. افعال ديت بيجي معاها اداه تجزئه، لازم يجي معاها اداه تجزئه. تمام. طيب انا عندي مثلا افعال تانية ما بيجيش معاها ادوات تجزئه، بتستخدم برضو مع الاطعمه والمشروبات بس ما بيجيش معاها ادوات تجزئه. ايه هي؟ افعال الميول. عارفين افعال الميول اللي هي فيرب ايميه، فيرب بريفيريه، فيرب ديتستي يكره، وفيرب ادوغي يعشق. الافعال دي اسمها افعال الميول. يعني عايز اقول جيم لا فيوند، انا احب جيم لا فيوند، انا احب اللحم. هنا كلمه فيوند خدت اداه التعريف بتاعتها عادي. تمام. طب لو انا عايز احطها في النفي، جونيم با لا فيوند، ما بتتاثرش بالنفي. خلي بالك ادوات المعرفه لا تتاثر بالنفي زي ما هي. تمام. طيب مثال تاني، je préfère، انا افضل لو لي، انا افضل اللبن.
كلمه لبن هنا خدت اداه التعريف، قال له ما خدش اداه تجزئه. ليه؟ عشان هنا الفعل بتاع الجمله بيربط بغيف غيه، ما بياخدش اداه تجزئه، بياخد اداه التعريف عادي. عايز احطها في النفي، نفي نفس الفكره، جو ني بغيفير با لولي، انا لا افضل اللبن، اداه التعريف ما اتغيرتش مع ان الجمله في النفي، وهكذا عشان ما اطولش عليك وقت الفيديو. طيب مثال تاني قبل ما انتقل لنقطه تانيه، لو انا عايز اقول جادور، انا اعشق جادور، انا اعشق لو يأور، اللي هو أور اللي هو ايه؟ الزبادي. تمام؟ هنا كلمه لو يأور، خلي بالك هنا اجريك بس واخده لو، شرحناها في الفيديو اللي فات، لو يأور. تمام؟ لان هنا تعامل معامله الحرف الساكن فواخده لو. انا اعشق الزبادي. تمام؟ طب لو انا عايز استخدم مع كلمه لو يأور ده ايه؟ اداه تجزئه، يبقى لازما احطها في جمله فيها يكون فعل فيه اداه تجزئه. جي مونج، انا اكل دو يأور. هنا خدت اداه تجزئه ديو وليس دو الابوستروف. دي الحته اللي انا عايز اقول لك عليها، ان كلمه يأور بتاخد ديو ما تاخدش دو الابوستروف. تمام؟ طيب لو في حاله النفي بقى هتاخد دو، تاخد ايه؟ دو. يعني لو عايز اقول جي ني مونج با، انا لا اكل دو يأور، دي يأو. تمام؟ برضه هتاخد دي او، مش هتاخد دي ابوستروف. نقطة مهمة جدا وبيجي عليها أسئلة كتير. نقطة مهمة كمان، إن أنا ممكن أستخدم أدوات النكرة اللي هي آن أو إن ك عدد مع الأفعال اللي بتاخد أكل وشرب، اللي هي بتجي بمعنى أكل وشرب. زي أديك مثال، جيبوا أنا أشرب آن كافيه. هنا كلمة آن أداة نكرة. تمام؟ بس هنا مش بتعبر عن اداه نكره، هنا بتعبر عن عدد. انا اشرب واحد قهوه، فنجان قهوه مثلا او واحد قهوه. جي بوا ان كافي، بتعبر عن عدد. تمام؟ جي مونج ان بيتزا، ان هنا عدد، انا اكل واحد بيتزا. تمام؟ عشان كده هنا ما خدتش اداه تجزئه لانها بتعبر عن عدد. تمام؟ نقطه مهمه برضو نخلي بالنا منها. اول تمرين عندي يا شباب بيقول ال نوا دو لا فيوند او دي جيني. طبعا الضمير ال بصرف معاه فعل المجموعه الاولى بيبقى اخرها او، ال مونج. لي زونفون ده اسم جمع بيساوي الا فيك اس، فهصرف الفعل معاه مع الا فيك اس. فين بروندر اللي في الاختيارات، برين مع الا فيك اس. لو ماتا صباحا، جو نوا مع الجو فيرب بروندر بيبقى اخره اس، اس اس تي. يعني هو مع الجو بيبقى اخره اس، مع التو بيبقى اخره اس، مع ال بيبقى اخره دي. نو هتاخد برينو، والتو هتاخد اس، الفو هتاخد بريني. رقم سبعة، فو نوات كومبيان دو فوا بار جور، انت ايه كم مرة يوميا؟ فو هنا بقى كلهم متصرفين مع الفو، فانت دورك بقى ان انت تترجم الفعل، تشوف هتاخد ايه. فو بريني، انتم تتناولون كم مرة يوميا؟ انتم تأكلون كم مرة يوميا؟ أنتم تريدون كم مرة يوميا؟ أنتم تشترون كم مرة يوميا؟ يبقى أنتم تأكلون. أنيم بانو دولو غازيز، نحن لا نحب إيه الماء الغازية؟ لا نحب نأكل ولا نشرب ولا نريد ولا نفعل، لا نحب نشرب. جو نوات دو فرماج، أنا إيه جبنة؟ أنا أكيد أنا إيه؟ أول حاجة أشوف اللي متصرف مع الجو، فين اللي متصرف مع الجو؟ إيه وبي بس، ده مش متصرف مع الجو، ده مش متصرف مع الجو. طيب اقول انا اكل ولا انا اشرب جبنه؟ انا اكل جبنه. رقم 10، مومبير ابي، ابي بيساوي ال. طيب دوتي شاي، اقول ايه؟ ابي نوت شاي داخل المكتب. اول حاجه اشوف اللي متصرف مع ال، فين؟ دي متصرفه مع ال ودي مع ال، دي مش مع ال ودي مش مع ال. طيب هقول يتناول ولا ياكل شاي؟ يتناول شاي. السؤال اللي بعد كده يا باشا، التمرين اللي بعد كده بيقول هنا بقى على ادوات التجزئه، احنا لسه شرحنا. جنوب واد تو نوع صودا، انا لا اشرب على الاطلاق صودا. طيب هنا الجمله ايه؟ منفيه، يبقى ادوات التجزئه تتحول الى دي او او دي ابوستروف، هناخد هنا دي او لان الكلمه بتبدا بساكن. لوزنفو ادور، الاطفال يعشقون الشوكولاته. هنا افعال الميول، افعال الميول مع الماكولات والمشروبات
بتاخد أداة المعرفة، والشوكولاتة مذكر تاخد بلو. رقم 3، جوفي أشتين نوات جريير، جريير اللي هي الجبنة الموتزاريلا، وهي كلمة مذكر، مع فيرب أشتيها تاخد أداة تجزئة دو. جون في دو منجي، جون في ده يعني أنا عندي رغبة فيه، اللي هو أفوار أون في دو اللي كان علينا في الدرس اللي فات. أنا عندي رغبة إن أنا آكل نوع التون، التون دي اللي هو التونة، تمام؟ والتونة دي مذكر تاخد دو. رقم 5، أوبدي دي جيني في الفطار، أون بو منجي نحن نستطيع أن نأكل فروماج، جبنة. طبعا فيرب منجي مع المأكولات والمشروبات هياخد دوهات، وفروماج مذكر تاخد دو. رقم 6، جو مانج نوات بوار، أنا باكل كمثرى، تاخد دولار لأن كمثرى مؤنثة. رقم 7، الأشيت جلاس، جلاس اللي هو الجيلاتي الآيس كريم، هو مؤنث يبقى ياخد دولار. تبوا لي، لبن مذكر ياخد دو. اليا نوات ليجيم، ليجيم هنا جامع تاخد دي أو إس. طيب مونجي مع ياقورت، الياقورت اللي هو الزبادي بيبدأ بحرف ساكن هياخد دو لأنه مذكر. أشيتي مع الأفوكات هياخد دو إلا أبوستر. إيمو أحد أفعال الميول مع المأكولات والمشروبات بتاخد أداة المعرفة، وميل دي عسل مذكر ياخد لو. رقم 13 يا شباب، الزاشيت وعزع، رزع ده اللي هو العنب، مذكر مفرد ياخد دو. رقم 14، مومبير أشيت، يشتري بون لجيم، خضروات جميلة أو جيدة أو حلوة. ركز هنا بقى، هنا عندك صفة وجاي بعدها اسم، صفة جامعة جاي بعدها اسم. كنا خدنا في سنة أولى يعني حتة كده بتقول لك إن الصفة الجامعة بتاخد دي أو ما بتاخدش دي أو إس، مع إنها صفة جامعة أهي بس بناخد دي أو ما بناخدش دي أو إس. رقم 15، رقم 15 يا شباب، ناشيت با، هنا جملة منفية، هو فعل أمر بس محطوط في المنافي، لا تشتري أناناس. طب كلمة أناناس دي كلمة بتبدأ بحرف متحرك، هو المفروض إن أدوات التجزئة هتتحول في حالة النفي إلى دي أو أو دي أبوستروف. طيب ده بيبدأ بمتحرك يبقى أخد إيه؟ دي أبوستروف. التمرين الثالث، جونيم بابوار سيروب، فيرب بوار يعني يشرب، مع السيروب هياخد إيه؟ دي يو لأنه مذكر. أندوا متر، نحن يجب أن نضع نقط زيت في السلطة. طيب كلمة زيت دي ايه؟ مفرد مذكر، مفرد يبدأ بحرف متحرك، هي مؤنث بس تبدأ بحرف ايه؟ متحرك، هتاخد دو الا بوستر. رقم 3، مونبير اموا، ابويا وانا، ونيم با نوات بات، نحن لا نحب المكرونة، كلمة بط دي يعني مكرونة. طبعا افعال الميول في حالة النفي وفي الاثبات ما بتتأثرش، بتاخد أداة المعرفة وهي طبعا جمع تاخد اللويس. رقم 4، كي ايم، من يحب، المايونيز مؤنث هياخد لا مع افعال الميول. السؤال رقم 5 يا شباب، بيقول سامي مونج جاتو، سامي بي ياكل جاتو. طيب الجاتو ده ايه؟ مفرد مذكر، هياخد ايه مع المونج؟ فيرب مونجي احد الافعال اللي بتاخد ادوات تجزئه مع جاتو يبقى دو. البوا كافي، فيرب بوار مع القهوه والاكل والشرب هياخد دو. رقم 7، المونج نوات فيون، فيرب مونجي يعني ياكل مع اللحمه هياخد اداه تجزئه، واللحمه مؤنث يبقى ياخد دولار. رقم 8، تو فو نوات سكر، فو ده اللي هو فوكس ديت اللي هو ايه؟ يريد، انت تريد سكر، سكر مذكر هتاخد دو. جو ني مونج با، انا لا اكل، جمله منفيه مع المأكولات والمشروبات هتاخد دي او، كورجيت اللي هي الكوسة. جومي، أنا أضع ملح، ملح مذكر ياخد دو. رقم 11، البيتزا، البيتزا مؤنثة هتاخد إيه؟ النيابا نوات بيتزا، هتاخد دي او كده كده عشان هي منفية. جو فودغي، أنا أريد، ديابلومنت اللي هو مشروب النعناع مذكر هياخد أ. مامير فافير نوات تارت، أمي سوف تعمل تورتة، تورتة مؤنث تاخد دولار. 14، جيفو اشتي نوات بوتي دو، انا اريد اشتري زجاجة مية. طيب فيرب اشتي المفروض ياخد ادوات تجزئة، تمام،
بس هنا زجاجة مية، هتاخد أدوات تجزئة ولا تاخد أدوات نكرة؟ أنت هتشتري حتة من الإزازة ولا هتشتري إزازة؟ إزازة. إن مفرد مؤنث أداة نكرة، إن بوتيدو للدلالة على العدد هنا، إن بوتيدو يعني وحدة زجاجة مياه. 15 هو جوتين في التصبيرة، جوتين اللي هي وجبة التصبيرة اللي هي بين الغداء والعشاء. أون بومونجي نحن نستطيع أن نأكل فروي، فروي يعني فواكه، وكلمة جامع مع فيرب مونجي يبقى ياخد دي أو إس. طيب بكده احنا خلصنا التمارين اللي قدامي دي. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها التعبير عن الاحاسيس، ازاي اقول ان انا جعان او عطشان؟ هقولها ازاي؟ عندي مصطلحين، واحد اسمه افواغ فام وافواغ سواف. افواغ فام ده يعني جعان، افواغ سواف يعني عطشان. طيب اهم حاجه في المصطلحين دول يا شباب ان انت تبقى عارف ان هو في العربي بنقول انا اكون جعان، انا اكون عطشان، فبياخد معاك يكون، يكون ده في الفرنساوي اللي هو اتر، تمام؟ لكن انا عايزك تاخد بالك ان احنا في المصطلحين دول مش بناخد اتر، بناخد افوار. افوار فا يعني لديه جوع، افوار سواف لديه عطش، تمام؟ ركز في الحته دي، افوار مش اتر. طب تعالى ناخد مثال كده، كونتون فا، كونت دي يعني المفروض ان هي معناها متى، بس هنا معناها عندما، عندما نحن جعانين لدينا جوع او نكون جعانين، اون مونج احنا بناكل. كونت اون سواف عندما نكون عطشانين، اون بودي لو نحن نشرب ميه. جميل. طب لو انا عايز بقول انا جعان جدا، انا عطشان جدا، الحاجات دي اقولها ازاي؟ عندي كلمه تخيه، كلمه تخيه يعني جدا، تمام؟ وكلمه جوغو يعني كبير. عايز اقول انا جعان جدا اقول جي تخيفا، او جي تخي سواف عطشان جدا، او جي انا عندي جران فا، عندي جوع كبير قوي، او جي جران سواف انا عندي عطش كبير. يبقى بعبر عن الشده بكلمه تخي وكلمه جوغو. طب لو عايز اقول قليل من الجوع، انا جعان شويه صغيرين، هقول ايه؟ عندي بقى كلمه بوتيت وكلمه ادو. جي ان بوتيت فا، انا جعان شويه. جي ان بوتيت سواف، انا عطشان شويه. او جي ان بو فا، انا لدي قليل من الجوع. جي ان بو سواف، انا لدي قليل من العطش. جميل. تعال نحل على الحته دي. اول سؤال بيقول فو نوات فام، هنا فيرب مين، هنا ايه؟ فام، فام دي اللي جعان، افوار فام لديه جوع، تمام؟ يبقى صرف فيرب افوار مع الفو هيبقى فوزافي، تمام؟ طبعا دي اتر مش هتنفع، وده فير مش هينفع، وده اللي يذهب ما ينفعش. رقم اثنين بوا، بوا او بواسي اللي قدامك دي، دي معناها ايه؟ اشرب، ده فعل امر من بوار، اشرب. تو الير دو سواف، يبدو عليك ان انت عطشان، افوار سواف. رقم ثلاثه تو نابا سواف مون جارسون، انت مش جعان يا ابني، معناها كده. طبعا هناخد هنا برضه فيرب افوار مع تو هيبقى اس. اربعه جي ان بوتيت نوات ساتو دي انتخت، انا ايه؟ انا جعان ولا عطشان شويه؟ انا ايه رايك اما اكل ايه؟ تورته. يبقى اللي هياكل تورته ده عطشان ولا جعان؟ جعان، يبقى فا. سيغيل ا نوات البروبوز ان صودا ا جولي، هي تقترح صودا على جولي، تمام؟ هيبقى هي ايه؟ هتشرب صودا يبقى عطشانه، يبقى صوف. القاعده الثانيه في الدرس ده يا جماعه هي ادوات الاستفهام كيسكو وكيل، خدناها قبل كده بس هنشرحها برضو على التفصيل. هنا كيسكو يعني ماذا، كيسكو ديت كانت اصلها ايه اصلا؟ كان اصلها كو، تمام؟ ودخلت عليها اسكو ديت كده، بقت اسمها كيسكو، وديت بقت كو ابوستروف عشان جاي بعدها حرف متحرك، تمام؟ بقى اسمها كيسكو، معناها ايه؟ معناها ماذا. اديك مثال، كيسكو تو ام، ماذا انت تحب مانجي، ماذا تحب ان تاكل، تمام؟ ماذا تحب ان تاكل، او كيسكو كيسكيليا ال يا دون في تون ساندويتش، سون ساندويتش، تمام؟ ماذا، ماذا يوجد اليا يعني يوجد في الساندويتش بتاعك، تمام؟ دي اداه الاستفهام كيسكو. عندنا دي استفهام تانية اسمها كيل،
كل 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 تمام. الاربعه كده اخوات، يعني ايه اخوات؟ يعني نفس المعنى، بيدوني معنى ما او اي تمام، ما او اي تمام. دي بتيجي مع المفرد المذكر، دي مع المفرد المؤنث، مع الجمع المذكر، مع الجمع المؤنث تمام. اديك مثال، طب انت بتيجي بمعنى ما وانت بتيجي بمعنى اي. بتيجي بمعنى اي لو جاي بعدها اسم، اقول لك مثلا كل aliment tu aimes manger، اي عنصر انت تحب، اي عنصر غذائي إيه انت تحب ان تاكل. هنا جه بعدها اسم، جه بعدها اسم بيبقى بمعنى اي، يجي بعدها اسم اهو زائد اسم يبقى بمعنى اي تمام. عشان ما تنساهاش اهي، الف مع الف، اسم اي، جه بعدها اسم تبقى بمعنى اي تمام. طب امتى بتيجي بمعنى ما؟ بتيجي بمعنى ما لما بيجي بعدها فيرب اتر، فيرب اتر تبقى هنا بمعنى ما. اديك مثال، كل او كل علي كل كلي كلي تا بواسون بريفيري، ما هو مشروبك المفضل؟ هنا جاي بعدها فيرب اتر تمام، يبقى على طول هنا بمعنى ما، ما هو مشروبك المفضل. بعد ما شرحنا ادوات الاستفهام على السبوره يا شباب، تعال نحل التمارين اللي قدامنا دي. واحد اليمو، كلمه اليمو يعني طعام، فوزيمي انت تحب، كلمه اليمو يعني مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، مفرد تاخد كل، كل اليمو اي طعام. طيب رقم اثنين، مانجي تو اوجتي، تاكل انت في وجبه التصبيره، اقول له من ولا ماذا ولا اين ولا اين، خلاص خلناها ماذا. رقم ثلاثه، تو ام بوا، انت تحب ان تشرب، اقول له ماذا، كيسكو. إلو نمبر دي تيروبا كوتيديان، ما هو عدد وجباتك اليوميه؟ كلمه نمبر مفرد مذكر هتاخد كل. رقم خمسه، اي تابو اسيو بريفيري، يكون مشروبك المفضل، كالي تابو اسيو بريفيري، ما يكون مشروبك المفضل. رقم ستة، تامير يعني والدتك، اشيت او مارشي، تشتري من السوق او في السوق، ماذا فين ماذا اهي كيسكو، لكن دي كم عدد ودي ما او اي ودي ما او اي. تبغو او ديجيني، انت تاخذ او تتناول في الغداء، برضو ماذا كيسكو. سو لي زانغريديون دي سو بلا، ما هي مكونات هذا الطبق؟ طبعا جريديون كلمه جمع مذكر دي هتاخد كل. سو تي زابيتيت اليمنتير، تكون عاداتك الغذائيه، كل بتاعت الجمع المؤنث عشان الكلمه دي جمع مؤنث، ما تكون عاداتك الغذائيه. 10 فو فولي لو بارفان، كلمه بارفان معناها في الدرس ده او في الوحده دي عامه طعم، مش البرفان اللي احنا بنحطه ويعمل لنا ريحه كويسه، لا، برفان هنا في الوحده دي كلها معناها طعم او مذاق، وهي كلمه مذكر مفرد تاخد كل. رقم 11، انوات اير، ارت يعني ساعه، اكيلير في اي ساعه، تبرو تو دي جيني، انت تتناول الغداء بتاعك. رقم 12، اون تروف لو سيكر دون نوات كاتيجوري، نحن نجد السكر في اي فئه، كلمة كاتيجوري فئة مفرد مؤنث تاخد. نخش بقى يا شباب على المواقف بتاع الدرس، وهنا بيقول لي سان فورمي سيغ لي زاليمون، الاستعلام عن الأغذية. أول سؤال بيقول كيسكو تي برون أو بدي جيني، ماذا أنت تتناول في الفطار؟ قال له جو برون دي كرواسون افيك دي لا كونفتير، أنا أتناول كرواسون مع المربى. تاني سؤال كيسكو ليا دون تون ساندويش، ماذا يوجد في السندويش بتاعك؟ قال إليا دي بولي، يوجد فراخ، دي لا سالاد وسلطة، اي دي تومات وطماطم. تاني سؤال بيقول سان فورمي سيغ لي بواسو بغفغي، الحديث او الاستعلام عن المشروب المفضل او المشروبات المفضلة. كل بواسون تي بغفي كون تي اسواف، ما هو مشروبك المفضل عندما تكوني عطشانة؟ قالت جو بغفيغ لا ليموناد، انا افضل عصير الليمون. التالت صورة بتقول سان فورمي سيغ لي جو
ليجو المونتاغ الاستهلام عن الميول الغذائية. أول سؤال: كيسكو تي أم مون جيم، ماذا تحب أن تأكل؟ جيم بقول بواسو أن أحب كثيرا السمك. تيني مونج با دي بغولي، أنت بتاكليش فراخ؟ قالت نو جو نيم با دي تو لو بولي، أنا لا أحب على الإطلاق الفراخ. كيل بارفان دي لا غلاس بريفير تو، أي طعام من الجيلاتي أنت تفضلي؟ قالت جي بريفير لا غلاس ا لا فانيلي، أنا أفضل الطعام مذاق الفانيليا. اول موقف المواقف اللي قدامي: فو دموندي ا فوتر امي فرونسي لو نومبر دي سي ريبا كوتيديان، انت تسال صديقك الفرنسي عن عدد وجباته اليوميه. فو ديت، انت تقول: كومبيان دي ريبا تريفون بار جور، كم عدد كم وجبه انت تتناول في اليوم. كالي لو نومبر دي تي ريبا كوتيديان، ما هو عدد وجباتك اليوميه. لو نومبر دي تي ريبا بار جور سي كومبيان، عدد وجباتك اليوميه كام. فو دموندي ان كوبا سيكيل ام كوم بيردوي سكري ال دي، انت بتسال صديقك ماذا هو يحب كمنتج او منتجات سكريه. هو يقول: جيم لو شوكولا، انا احب الشوكولاته. جادور لي جاتو، انا احب اعشق الجاتو. جيم بوكو لا جلاس، انا احب كثيرا الجيلاتي. رقم 3: votre ami vous demande، صديقك يسألك: ce qu'il y a dans votre sandwich، il dit، ماذا يوجد في الساندويتش بتاعك؟ il dit، qu'est-ce qu'il y a dans ton sandwich، ماذا يوجد في الساندويتش؟ tu mets quoi، انت تضع ماذا؟ dans ton sandwich، في الساندويتش بتاعك. quels aliments tu mets، اي العناصر الغذائية انت تضع dans ton sandwich، في الساندويتش بتاعك. vous parlez de votre bedoui litière préféré، vous dites، انت تتكلم عن منتجك منتجات الالبان المفضل لديك. vous dites، انت تقول: j'aime le fromage، انا احب الجبنه. j'adore le yaourt، انا احب الزبادي، اعشق الزبادي. je préfère le gruyère، انا احب الجبنه السويسريه او الجبنه الرومي. vous demandez à votre copain ce qu'il prend، عما هو يأخذ في الفطار. il dit، هو يقول: je mange des pains et des œufs، انا اتناول خبز وبيض. un sandwich à la confiture، بالمربى، ساندويتش بالمربى. avec du beurre et un jus، مربى بالزبده وعصير، واحد عصير. un croissant avec du fromage، بياخذ كرواسو مع جبنه. et un café، واحد قهوه. un cubain s'informe monsieur، يستعلم عن les ingredients، المكونات، de votre déjeuner، الغداء بتاعك. vous dites، des boissons، du riz et un jus، سمك ورز واحد عصير. des poulets، des pâtes et de la salade، فراخ ومكرونه وسلطه. de la viande avec des frites، لحمه ببطاطس محمره. vous demandez à votre ami sa boisson préférée، vous dites، انت بتسأل صديقك عن مشروبه المفضل. انت تقول: كالي تا باسيون، كالي تا بواسون بريفيري، ما هو مشروبك المفضل. كال بواسون بريفير تي، اي مشروب تفضل انت. كيسكو تي ام بوار كوم بواسون، ماذا تحب ان تشرب كمشروب. تي ام بوار كوا، انت تحب تشرب ايه. رقم 8: ان كوبا فو دي موند، صديق يسألك: سو كيل فون faire pour être en forme، ماذا يجب ان نعمل لكي نكون في الفورمه. vous dites، انت تقول: tu dois respecter la pyramide alimentaire، يجب ان تحترم الهرم الغذائي. ne prends pas beaucoup de produits sucrés، لا تتناول كثيرا من المنتجات السكريه. mange un peu de tout، كل قليل من الكل. يعني ايه كل قليل من كل؟ يعني كل شويه او حبه من كل حاجه، لكن ما تمنعش كل حاجة مرة واحدة، لان كل العناصر فيها فوائد كثيرة. فناخد حبة من كل حاجة. مونج ان بو دي تو. الا باتيسيري، انت في محل الحلواني. فودموندي ان جلاس، انت تطلب جلاطاية. لو فوندور فوديت، البائع يقول لك: فو فولي كا بارفان، انت عايز اي طعام، اي طعم. كالي فوتر بارفان بريفيلي، ما هو
طعمك المفضل. فوتر بارفان بفليسك وطعمك المفضل هو ايه؟ فودو مونديلو بغي دينجلاس. انت بتطلب سعر جلطايه فوديت انت تقول صافي كومبيا تتكلف كام؟ ست جلاس سي كومبيا هذه الجلطايه بكام؟ كومبيان كوت ست جلاس كم تكلفه هذه الجلطايه؟ رقم 11 فوز انفيتي فوتر امي ا بروندر لو ديني افيك فو. انت تدعو صديقك لتناول العشاء مع معك. فوديت انت تقول جو تانفيت ا ديني شي موا انا ادعوك الى العشاء معي. جو تانفيت ا ديني شي موا ادعوك ان انت تتعشى معي. اون فا ديني انسومبل احنا سوف نتعشى سوا ساتودي ايه رايك؟ الو بروندر لو ديني او ريستورون فلنذهب ان نتناول ايه رايك نذهب نتناول العشاء في المطعم. بعد كده يا شباب سؤال الانتاج. اول سؤال في برودوير انتاج هو الميل سالو مرحبا لو بيتي دي جيني ايت ان ريباتري امبورتون. الفطار يكون وجبه مهمه جدا. كيسكو ماذا تبرون او بيتي دي جيني ماذا انت تتناول في الفطار؟ كيل بواسون تو بريفير اي مشروب انت تفضل؟ سالو مرحبا قال له جو مونج دو فروماج انا باكل جبنه اي دي با وخبز. جو بريفير لو تي انا افضل الشاي. الايميل اللي بعده بيقول لك سالو مرحبا جو دي جيني سي تي ان ريبا برينسيبال الغداء وجبه اساسيه. كيسكتو ام بروندر او دي جيني ماذا تحب ان تاكل او تاخذ او تتناول في الغداء؟ او تو برون تو دي جيني اين انت تتناول الغداء بتاعك؟ قال له ايه؟ جيم بوكو لو بواسون اي دو افيك دو ري. جيم بوكو انا احب قوي لو بواسون السمك افيك دو ري بالرز او مع الرز. او قال له يتابع السؤال الثاني جو دي جين او ريسترو انا بتغدى في المطعم. اوريفوار الى اللقاء. بعد كده يا باشا عندي سؤال السوجي يعني الموضوع. اكريفي سيغ فوتر بلا بريفيري اكتب حول طبقك المفضل اسم الطبق وانجريديون اللي هي المكونات. قال له ايه؟ مون بلا بريفيري طبق المفضل سي لو كشري انه الكشري. ستان دي بلا انه احد الاطباق لبلي موبيليير الاكثر شعبيه اون ايجيبت في مصر. ستان ميلونج دو انه خليط من الرز والعدس والمكرونه والبصل المحمر افيك ان صوص طماط مع قليل من صوص الطماطم سلطه الطماطم. طيب السوجي الثاني بيقول لك ايه؟ اكريفي سير فوري با كوتيديان اكتب حول وجباتك اليوميه أليمو أطعمة بواسون مشروبات. هتقول له بتاكل إيه في الفطار والغدا والتصبيرة والعشاء أو فطار غدا تصبيرة عشاء. الفطار بيقول له جو مونج دو با أنا باكل عيش فرماج وجبنة ديزوف بيض جي بوا أنتي وبشرب شاي. ودي جيني في الغدا جو برون دو بواسون أنا أتناول سمك دو غي رز دو لا سالاد وسلطة. وجوتي في التصبيرة جو مونج دي فروي او دو بسكوي انا باكل فاكهه او بسكوت. وديني في العشاء جو برون دو ياغورت انا اتناول زبادي. جو بوا انجيس دو فروي انا اشرب عصير فواكه. بكده الحمد لله يا شباب خلصنا الفيديو بتاع النهارده. شرحنا فيه الدرس الاول من الوحده الثانيه تمام. شرحنا فيه ادوات التجزئه وادوات الاستفهام اللي في الدرس وشرحنا وحلينا التمارين اللي فيه والمواقف والموضوع والسوجي. ان شاء الله في الفيديو القادم يا شباب هنحل التمارين اللي في صفحه 241 و264 ان شاء الله. الفيديو القادم انتظرونا ولا تنسونا من صالح دعائكم ولايك للفيديو وشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.